سفيرة الملحفة بالنسبة لي أول حاجة حاجة كبيرة. علاش؟ لأنه الملحفة بالنسبة يمكن أي واحد تبان له راه زي من الأزياء المغربية، ولكن بالنسبة لي هي هوية، هي تاريخ، هي انتماء، هي حضارة، هي وطن، هي علم، هي ثوابت، هي بزاف ديال الحوايج اللي كيعنيو ليه وابعاد كبيره كبيره بزاف. الجديد هو ثلاث قطع، كاينه تري بابا، هذه صحراويه الحسانيه، واغنيه كلشي مغربي، واغنيه جيتي دير، فكلهم اغاني من توزيع جحفاوي. وغادي تشوفوا تعامل جديد مع الاخ مرابط محمد مرابط، كذلك غتشوفوا تعامل مع المخرجين جداد، غادي تشوفوا بزاف ديال الحوايج يعني خاصة بعد رمضان إن شاء الله. درت بطولة ديال فيلم رفقة فنانات عزاز على قلبي، اللي مثلوا أدوار كبيرة في فيلم من إخراج الفنان والمخرج الرائع عهد بن سودة، اللي هو فيلم لي ديفورسي دو كازابلانكا او مطلقات الدار البيضاء. انا ورشيد مع المش الفار نتلاقاو، شد فيا وما دوزتهاش لي راه عارف. وجه لك كلمه من خلال القناه ديالنا، بغيناك انت توجهي ليه كلمه. شنو هي الكلمه اللي قال لي؟ شنو بان لك رشيد؟ شنو غنقول فيك؟ شنو غنقول لك رشيد؟ بحال قلتي ما نعطيه واحد التشبيه، بالنسبه لي حاجه اللي فعلا مجمله ومزينه دوزام اكثر، يعني كت بحال قلتي شي حاجه اللي كيتسناوها المغاربه دائما يوم الجمعه، كيشوفوها من خلال برنامجه، خلى واحد البصمه كبيره ما كنقدروش نذكروها في السنوات الاخيره ما شاء الله عليه، من نجاح لنجاح. وكنلتقي بزاف بزاف ديال الحفلات اللي خارج ارض الوطن وكذلك داخل ارض الوطن، فكنقول لي تبارك الله عليك، كنقول لي كنعزك، كنحترمك، كنقدرك، دمت متألقا، الله يوفقك ويحفظ لك وليداتك السمية العزيزة آدم، بيناتنا وليداتنا بجوج، والله يخلي لك المدام والله يسعدك ويوفقك دائما. هلا نقول على بالصحراوي مشي مراد العشابي، الله يعطيك رفادة. دعيت عليه لأنه والله ما في راسنا والو، جايين يعني ما عرفتش كيفاش الله سبحانه وتعالى عطاني ذاك الصبر ذاك النهار، وكيفاش، ولكن السبب بيني وبينك باش ما نكون كاذب عليك، السبب اللي خلاني ترزنت مزيان هو حضور الجمهور، كاين ما نقدرش ننقص منه ولا نقول شي حاجه للجمهور، ولكن مجرد ما سالينا راك عرفت كاميرا راني نتفتو مزيان، شتي النت فياك، وملي خرجنا برا برا سبع طالونات. بالنسبه لغلاء الاسعار انا واحده من الناس، بالنسبه لي انا في مقدوري نشري وتقهرت، يعني بزاف الحوايج والله ملي كتشوفهم، خاصه وليت كنصيفط يجيبوا الخضره ولا نمشي نجيب الخضره، وانا عندي الناس بزاف تبارك الله في الدار يعني من غير ولادي، فمسؤوله على بزاف ديال الناس، فبالنسبه لي صراحه ما غاديش يقدر ينكر راي مغربي انه خاص يعني يكون تحرك لصالح المواطن المغربي، لانه المسكين والدرويش فعلا تقهر، ما غاديش نكون ناكره لانه بحالي بحالهم، كنشوفوا الناس اللي ما قادرينش، كتشوف 100 درهم و200 درهم 300 درهم حتى 500 درهم ما بقى دايره والو، فاللي كيصور 100 درهم في النهار اش غادي يدير بها ولا 50 درهم، فغيكتفي بانه يجلس يتفرج في الخضره، لانه الفلفله حمراء لا كنهار وبصله وديك السما الخضراء لقيتهم انا ب 20 درهم ومن 5 درهم ولا 6 درهم ولا حتى 4 درهم 20 درهم، الحاجة اللي غيقدر يشريها درويش بحال السردين وداك الشيء طالع للسماء، ف أنا في مقدوري يقدر يقول لك شي واحد أنا ما غنهضرش، ولكن والله ما يمكنش ما نهضرش، لأنه الحاجة فعلا زايدة والناس كل شيء راه شايفينها، هادشي ما غاديش نغطيو الشمس بغربال فباينة، فكنتمنى يكون شي تحرك وأنه الناس تكون شي التفاتة من طرف الحكومة المغربية، هذا نداء مني، لأنه فعلا الدرويش تقهر وخاصة في ظروف رمضان، يعني الحاجيات ديال رمضان كثيرة، وكنتمنى أن هذه الوضعية تصلح قريبا بإذن الله.
غنكون اكبر كذاب والله ما كنتفرج. مع احترامي لهم وما يتقلق مني حتى شي واحد، لانه كان عندي التزامات، كنت شويه منغمسه في العمل ديالي، واولادي مركزه عليهم بزاف، والله ما كنشوف شي حاجه. كنقول جمهوري تابعوني دائما وسعيده دائما بكم، الله يحفظكم والله يسعدكم، بلدنا بلد الامن والامان ان شاء الله دائما. شكرا لكم.